استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من جامعة بيبردين الأمريكية اطلعوا خلالها على مرافقها ومنشآتها وكياناتها التعليمية المختلفة ودورها في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. من جهتهم أشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من منظومة تدريبية وتعليمية أمنية متميزة. في إطار حرص المؤسسات العلمية والأكاديميات الدولية على التعاون مع أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها الرائد في إعداد الكوادر الأمنية، استقبلت الأكاديمية وفداً من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بيبردين الأمريكية خلال تواجدهم بالبلاد في رحلة سياحية للتعرف على النظام الدراسي بالأكاديمية وقدراتها العلمية والبحثية والتدريبية وفي المقدمة منها حقوق الإنسان. جولة تفقدية لكيانات أكاديمية قام بها الوفد شملت مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، تعرفوا على إمكاناته اللوجستية ودور المركز في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية ودول الكومنولث. My knowledge and understanding is very successful and powerful academy. I'm particularly impressed by the intersection of practice and scholarship and theory, which it seems like here at the Police Academy are all integrated to just create the best training programs and the best vision for the future. وتوجه الوفد إلى مقر كلية الدراسات العليا للتعرف على كيفية إعداد الكوادر العلمية، وقد شاهدوا عرضاً يتضمن جهود الكلية في مجال تعزيز حقوق الإنسان بين أوساط الضباط الراغبين في استكمال دراستهم العليا. The way human rights, individual rights are part of the curriculum is totally praiseworthy. They especially appreciate the emphasis on human rights. It's wonderful to see the emphasis on human rights with citizens that's taking place here in Egypt. انتقلت الزيارة عقب ذلك إلى المركز الدولي للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية للمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية. I am grateful to learn about the Police Academy's efforts in international cooperation, from their humanitarian efforts to their partnerships with the various African nations as well as the Commonwealth nation. The Police Academy here in Egypt is absolutely exemplary about what can be done in a country with law enforcement. الزيارة شملت كليات الشرطة، تعرف خلالها الوفد على دورها في إعداد خريج شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة في إطار من الالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية واحترام القانون وحقوق الإنسان. It's been really impressive to see the organization and what the whole police program is doing here. I would like to thank the amazing hospitality and graciousness by the Egyptians in this country. واستكمل الوفد زيارته للأكاديمية بمشاهدة بعض التدريبات الخاصة بطلبة كلية الشرطة والبرامج التدريبية المتنوعة داخل الميادين التدريبية المتطورة بالأكاديمية والتي تحاكي البيئات الطبيعية عند تنفيذ المهام. To provide the experience to broaden my perspective, expand my viewpoint, and see the way different cultures and collaborations foster together. So in my position as enrollment officer, I think it is key to see the partnerships that are going on, and so I've had the opportunity to see that today. شملت الجولة مشاهدة لعروض الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. Well, I could go on and on and on. Today was absolutely magnificent. I don't know which experience was the best. All of it was intriguing. All of it was done in a spirit of excellence. جهود أكاديمية الشرطة في سبيل إعداد كوادر أمنية مؤهلة لأداء الرسالة الأمنية مستقبلاً يراها العالم من خلال إتاحة الفرصة للمجتمعين المحلي والدولي ليشاهدوا إمكاناتها المتطورة في هذا المجال.
هكذا تحرص أكاديمية الشرطة على استقبال الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على مرافقها ومنشآتها المتطورة والمستخدمة في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فأكاديمية الشرطة صرح تعليمي وتدريبي متطور متفرد بين مسيلاتها على مستوى العالم. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.